السلام عليكم متابعي عشاق الخياطه والتصوير، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بالف خير وبصحه جيده ان شاء الله. في الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا طريقه تفصيل وخياطه هذا المونش. هذا كيجي بالخيط المطاطي، كيجي في الفساتين وفي البلوزات، كيعطي شكل رائع. تبعوا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا جميع الخطوات. اذا بسم الله على بركه الله غادي نبداو. اول حاجه غادي ناخذ الثوب باش غادي نفصلوا مثلا الكم ديالنا. هنا انا غادي ندير غير كم واحد باش نوريكم الموديل. كيكون الثوب متني على 4 باش تفصلوا الاكمام بجوج. كنحطوا الطول ديالكم زائد سنتيم ديال الخياطه من الكتف و2 سنتيم ديال العطفه من الاسفل، وكنحطوا نفس القياس اللي وضعنا في التركيز، وكنزلوا ب 13 سنتيم. هذه قاعده ديال الاكمام كيف كتعرفوا، انا ما غنزلش ب 13 سنتيم لانني غندير لكم فقط باش نوريكم الموديل. وكترسموا داك الدوره ديالكم كيف ما عارفين، يعني كنقسموا على 2، راكم عارفين الطريقه ديالكم. في الاسفل غادي نجيو غادي نديروا العرض ديالكم. غادي نحطوا العرض ديالكم، مثلا انا عندي في العرض ديالكم 13 سنتيم، غادي نزيد عليها 1.7 سنتيم ديال الخيط المطاطي او 5 سنتيم باش يجيني داك الكم، يعني فيه داك الكشكشه. اذا غادي نحط عرض لكم من الاسفل، وغادي نصل بخط ما بين العرض لكم والكم من الفوق. صافي دابا غادي نقطع. كي قلت لكم نتوما ضروري يكون الثوب متني على 4 باش غادي تفصلوا الاكمام بجوج. اذا دابا غادي نفتحوا الكم ديالنا، وغادي نطراسيو المكان اللي غادي نديرو فيه الخيط المطاطي من الداخل. كنطلعوا 7 سنتيم فقط. هنا ممكن البنات من بعد غادي نشرح لكم الموديل كيفاش ممكن انكم ما تخليوش هاد 7 سنتيم، تخليو 2 سنتيم فقط ديال العطفه، كيبقى لكم نتوما الاختيار على حسب الشكل ديال الكم كيفاش غادي يجي من بعد. في الاخير غنوريكم جوج الاشكال، تختاروا نتوما اللي بغيتو. هنا كنطراسيو الخط، وما بين سطر وسطر غادي نطلعوا 2 سنتيم. ممكن ديروا غير سنتيم، نتوما كيبقى لكم الاختيار كي قلت لكم على حسب الشكل ديالكم كيفاش بغيتوه. وكتبقاو غاديين وكتراسيو حتى تحددوا العدد ديال السطور اللي بغيتوا ديروا فيهم الخيط المطاطي. انا هنا غادي ندير 5 ديال الاسطر باش غادي يجيني لكم يعني عريض شي شويه. هنا ضروري ما تستعملوا مسطره كبيره باش يجيكم الخط يعني متساوي مع الخط اللي قبل منه. غادي نمشي بهذه الطريقه هذه حتى غادي نكمل الخطوط كاملين. صافي من بعد غادي نجيب الخيط المطاطي كيف ما كتشوفوا. هذا الخيط المطاطي رقيق، هذا احسن من الخيط ديال الكانيط، يعني التمديد ديالو لين يعني رطب، وكيجي احسن من الخيط المطاطي، يعني كيجي مجموع ديال الكانيط ما كيجيش مجموع. هنا كيف ما كتشوفوا كناخذ لكم المنتصف ديالو، هو اللي كنديروه خيط مطاطي. العرض لكم المنتصف ديالو هو خيط مطاطي، هانتوما كيف ما شفتوا. منين كنمددوه في الخياطه كيعطينا داك التكماش. غادي نصايبو على حساب العدد الاسطر اللي درتو، انا درت 5، غادي نصايب 5 ديال القطع نفس القياس. دابا غادي ندوزو الخياطه. اول حاجه كنحطو بحال هكا الخيط المطاطي في السطر الاول، كنثبتوه بغرزه وكنمددوه للطرف الاخر. كنبقاو غاديين وحنا كنخيطوا على داك السطر اللي طراسينا، كنخيطوا بطبيعه الحال من داخل ديال الثوب. اذا كنتم نتوما غادي ديروا الخيط المطاطي ديال الكانيط، فهاد الخطوط هادو غترسموهم على الوجه ديال الثوب وغتخيطوا من الوجه ديال الثوب باش يجيكم الخيط المطاطي ديال الكانيط في الظهر ديال الثوب. هنا خيطنا السطر الاول كيف ما كتشوفوا، بنفس الطريقه غادي نخيطوا السطر الثاني، وغادي نبقاو نمددوا الثوب باش ما تدش لينا الخياطه على داك الكشكشه ديال السطر الاول. كنمددوه للجهه الاخرى،
باش يجينا التوزيع ديالهم متساوي. كنبقاو حنا كنخيطو وحنا كنجبدو. غادي نكمل هاد العمليه بنفس الطريقه في كاع الاسطر. غنبقى غادا وكنخيط وكنمدد في الثوب. نكمل هاد السطور كاملين. هنا صافي، من بعد ما غادي نسالي بالخياطه غادي نجمع الكم ديالي كيف ما كتشوفوا. غادي نجمعو من الجوانب ونحاول داك الخطوط نجيبهم مع بعضياتهم، يعني الخياطات ديالهم داك السطور يجيو مع بعضياتهم. اذا كنتو درتو المسطره فغادي يجيكم مقادين. صافي، وكنخيط على بعد سنتيم. بعد غادي نقلب الكم ديالي وغادي ندير العطفه للدوره ديال الكم. غادي نثني سنتيم ومن بعد نثني سنتيم مره اخرى باش تجيني العطفه شويه رقيقه. صافي، من بعد كيجي الشكل لكم بحال هكا. من بعد ما كنحددوه كيجي الشكل ديالو رائع في اللبس، وكيجي داك الخيط المطاطي يعني مريح في اللبس، كيجي خفيف، كيجي بحال هكا في اللبس. ممكن كي قلت لكم انكم ما ديروش داك 7 سنتيم اللي خليتو، تخيطوا يعني على الراس ديالكم، ديروا تبداو تخيطوا ديال الخيط المطاطي باش يجيكم الشكل ديالو بحال هكا. كيجي رائع، يعني كيجي من الاسفل مجموع ومن الفوق كيجي من فوق الثوب، كيجي بحال هكا الشكل ديالو. نتوما كيبقى لكم الاختيار، يعني جوج الاشكال تختاروا منهم اللي بغيتوا، كيجي بحال هكا. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنساوش تخليوا لي التعليقات ديالكم والجيم ديالكم باش تشجعوني نقدم لكم دائما المزيد. كنبغيكم بزاف بزاف. في امان الله، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.